ايش ايش أمنلي بيت مطرح منك ساكن مش هم يكون طابق منه آمن مشتاق أشوفك لكن أمنلي بيت مطرح منك ساكن بلهجات مختلفة طبعا بالتونسي والمصري واللبناني والليبي وكل الخليجي هنعمل لك دلوقتي مع المايسترو كده اختبار من العالم العربي على فكرة الفنانين مايسترو الفنانين اللي هيشاركوا بأعمالهم في قناة الوحدة شرط من شروط انهم يكونوا مؤسسين كمان اللي بيغنوا انه يغني بكل اللهجات العربية كل اللهجات العربية لازم يلا. وأول واحدة بتنفذ ده النهاردة لطيفة أي طبعا طبعا هنشوف بقى مش هنقولك ده اختبار اسأل عليا وارحم عينيا اسأل عليا وارحم عينيا انت معرفة وانت معجية اسأل عليا اختبار ده ايه الشطارة دي ده اختبار ده ايوه اللي بعده هنعرف هتعرفي الاغنيه ولا لا ما تقولوش بقى الكلام طيبه القلبي طيب القلب وينك حرام تهجر ظنينا مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينا اشوق عيني لعينك طيبة القلبي وينك حرام تهجر ظنينا مشتاق لك يا حياتي حرام حنينك يا شوق لسه في اختبارات ايوه اختبار الله صعبة ما عرفتها صعبة كثير هالغنوة صعيبة برشا ما عرفتيش الغنية صعيبة لما العمالقة يلتقوا ما بيعملوا غير سعادة للناس لما زياد الرحباني وفيروز يلتقوا أكيد ما في غير سعادة وروعة وإثبات لهالفن ولهالحضارة الرائعة لبلداننا العربية يعني سلم لي على
شايفه الجمهور تفهم علي.